قضاء يصارع السلطة السياسية ويدافع عن حياضه عن استقلاليته، لكن ألا ترى أن التحشيد حركة النهضة وحضور وجوه بارزة من الصف الأول من جبهة الخلاص الوطني في كذا مسيرة كذلك فيه ضغوط إضافية على القضاء؟ في الحقيقة لست في موقع تقييم هذا القرار، ولكن أنا استمعت إلى المبررات التي قدمها من يقفون وراء ذلك، وقالوا أنه لو كانت القضية تسير هذه القضية ومثيلاتها تسير بشكل عادي وهناك كل الضمانات وليس هناك ضغوط سياسية وليس هناك توظيف لهذه الإجراءات لاستهداف خصم سياسي لكان كانت هذه الملاحظة في محلها، ولكن في ظل الظروف الحالية فهذه الوقفات هي شكل من أشكال المساندة وشكل من أشكال التحذير من أن يوظف القضاء لاستهداف الخصوم السياسيين، ولا يرون في ذلك أي شكل من أشكال الضغط على القضاء. أستاذ سمير وسادة المشاهدين، نمرر هذه الصور والفيديو من محاكمة الأستاذ رشيد غنوشي أو على الأقل دخوله إلى فرقة مقاومة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ونواصل مع الأستاذ سمير الدين وننبه إلى أنه الاتصال انقطع مع سندس عطية ونهيبها أنها ترفع سكايب حتى يمكننا تشريكها في حلقة. إذا نشاهد الصور من محاكمة رشيد غنوشي البارح ونعود مع ضيفنا الأستاذ سمير ديلو عضو جبهة الخلاص الوطني والوزير الأسبق وعضو لجنة الدفاع عن الأستاذ رشيد غنوشي. يلا طيب، إذا تبقى الحقيقة القضائية هي الحقيقة العليا وكلنا ما علينا إلا احترامها. الزمن القضائي طويل، لا يجب أن يتأثر بالضغط الإعلامي والضغط السياسي سواء من داخل السلطة أو من معارضيها، هذا هو المطلوب وهذا دورنا الأخلاقي والصحفي الذي يجب أن ندافع عنه.